مقطع النهاردة فريد من نوعه وفكرة أول مرة أعملها. أنا عندي حساب تيك توك اسمه AB Gaming EG، زي ما انتم شايفين الحساب ده فيه أكتر من 163 ألف فولو، وبننزل عليه كل فترة كام فيديو كده على حسب يعني، ولكن احنا ساحبين الفترة دي، فقلت إيه بالمرة يعني أقول لكم إن أنا عندي حساب تيك توك النهاردة، وفي نفس الوقت مقطع النهاردة هشاهد جميع المنشنات اللي الأبطال عاملها لي في التيك توك عندي. قبل ما نبدأ مقطع النهاردة ما تنساش بقى إنك تعمل فولو عندي في حساب التيك توك، وكمان تنزل حالا وتعمل يا باشا احلى لايك عشان المقطع ده يوصل 1000 لايك، يمكن المنشن بتاعك يظهر في مقطع النهارده، وتتاكد انك عامل اشتراك للقناه عشان نقدر خلاص هانت نوصل 3 مليون مشترك. وفي ناس كتير قوي نفسها تعرف المفاجاه، المفاجاه اللي انا ما رضيتش اقولها في المقطع اللي فات. عملنا حساب اخيرا في منصه كيك، والمنصه دي تعتبر منصه بث مباشر، والناس كتير قوي كانت مبسوطه لان انا نزلت امبارح على المنتدى وكتبت كي وبعدها قلب اخضر، ايه رايكم؟ وكتبت نسبه حماسك للي هيحصل الفترة الجاية، مفيش حد كان فاهم حاجة، ولكن ما شاء الله حرفين في ناس يعني اتحمست. واحد قال لي منصة كيك للبسوس حماس، والتاني قال لي يا لهوي دي منصة كيك والكلام، بصوا عاش عليكم بجد طلعتوا فاهمين يعني، وانا كنت احس ان في حد كان فاهم الموضوع ده. ايوه يعني يا بلال هتعمل اول بث مباشر امتى؟ ان شاء الله اول بث مباشر هيبقى يوم 1/11 اللي هو اول يوم في الشهر الجاي. عايزكم تشيروا القناة بتاعتي اللي هي اسمها المفروض دلوقتي حالا على كيك اي اي بي جيمنج، هتكتب اي بالسمول بعديها هتكتب AB Gaming كله كابيتال. وعايز اقول لكم اول بث مباشر يبقى فيه توزيع روبوكس، وهيبقى فيه بصوا كل الجمدان اللي انتوا حرفيا يعني ما شفتوهوش بقالكم كتير لان انا غايب على البثوث المباشره، هتشوفوه في يوم 1/11 اول الشهر ان شاء الله. عايزين نحاول ان احنا نوصل الحساب 1500 قبل ما نبدا اول لايف. انا عارف ان الموضوع صعب شويه ولكن ان شاء الله نقدر. الحساب هتلاقوه تحت في اول الوصف مثبت، بمجرد ما انت بس يا بطل الابطال تنزل وتروح وتدخل على اول لينك هتعمل حساب عادي جدا في كيك باسمك علشان تعمل لي احلى فولو هناك. مستنيكوا كلكوا بجد، يلا بينا دلوقتي حالا. المفروض اللي احنا قاعدين على حسابي ويعتبر حسابكم هنعمله فولو ابطال، ماشي ليتس جو، ونخش هنا عند الصندوق الوارد معرفش ايه دي. ايوه بالظبط كده، هادي هنا المفروض ان ده اليوم. في واحد النهارده عامل لي من 14 ساعه منشن، خلينا دلوقتي حالا نشوف المنشن ده. طبعا مش هبين ميوزك لان في كوبرايت كتير، تمام؟ استنى خلينا هنا نشوف. كاتب سؤال: ليش المشاهير ما يردوا علينا ونحن سبب شهرتهم؟ ايه ده؟ لحظه يا رب يكون ده عمل لي منشن فيها، منشن مشهورك المفضل واذا ما رد عليك خلال 24 ساعه الغي المتابعه. وات يا عم؟ لا محتاج كل متابعه. او يا جدعان نسيت اقول لكم اللي المفروض اللي انا رديت عليه امبارح، تمام؟ هو عاملها من يومين، تمام؟ والمفروض ان انا قلت له احلى بطل، تمام؟ امبارح راح قال لي حبيبي خلينا نعمل له قلب، بيقول لي بالله عليك ضيفني اسم حسابي بحبك قوي. اقول له والله حبيب قلبي والله هحاول اضيفك، خلينا بقى نفاجئه طيب، تمام؟ ونعمل كده. ايوه ناخد اسم حسابه هنا يا باشا، زي ما انتم شايفين نحط اسم حسابه هنا ويخليه نفرحه كويس جدا. ايوه تمام. ايوه ايه ده شكل حسابك يا عم؟ عامل كده ليه يا عم؟ انت هاك ولا ايه؟ بص اسمه ايه؟ اسمه جيست تيك ولا لا مش هاك. خلاص يا عم مش هاك، خلينا دلوقتي حالا نوقف على طلب الصداقه. شفتوا بقى يعني اعملوا لي فولو على التيك توك دلوقتي. خلينا دلوقتي حالا نشوف المنشن اللي بعده. ايوه يا سلام سلم، هو ده الكلام. ايوه ايه ده؟ واو احنا بنمشي في... طبعا هغني الاغنيه انا بقى. ما بنمشيش جنب الحيط، احنا بنمشي في نص الشارع، ما بخافش من التخبيط، لو في كلاكس اعمل مش سامع، لو طلبت بيع هنبيع، عمرنا يوم ما هنشتري بايع، على الارض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع. بس احنا كان لازم اغنيها عشان الكوبرايت، فمعلش لو صوتي بطاطس شويه. انا مش عارف الصراحه هو الفيديو ده ده عامل لي تصميم، كاتب تصميم لبلال احلى تصميم، والله يا باشا احلى تصميم، وبجد انا مبسوط قوي 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 يا باشا حبيب قلبي والله. بص يا ابطال ما حدش ابدا يتوقع ان انا اعمل مقطع زي كده بصراحه، تمام؟ وانا بحب جدا الناس اللي بتعمل لي تصاميم، تمام؟ ودي حاجة بجد أنا ببسط منها قوي. خلينا نشوف إيه اللي بعده. مين مشهورك المفضل؟ ادي واحد هنا حط. طب ايوه يا رب بقى يكون حد عمل لي منشن، المفروض ان في حد عمل. وات والله هو بيجي منك في النص. خلينا نرد عليه يعني نقول له حبيب قلبي. يلا لازم يا جدعان بردك يعني التواضع يا جدعان. خلينا دلوقتي احنا ننزل نشوف، يا رب يكون حد عمل لي منشن يا رب تاني. ايوه ننزل واضح كده مفيش حد عمل لي منشن تاني يا جماعه. هو اصلا نادر قوي للابطال يعني او الناس اللي عارفه ان AB Gaming عنده حساب تيك توك. يا جماعه اسم حسابي على التيك توك AB Gaming EG، انا حاسس ان هو الاسم كبير، ممكن بعد كده اغيره واخليه اي AB Gaming EG. طبعا ده الحساب الحساب بتاعي على كيك يعني. ما تنساش تعمل فولو. خلاص يا بلال دوشتنا بقى،
يلا خش في المقطع. زي ما انتم شايفين المفروض ان ده بردك حد عمل عليه منشن، مش فاهم ايه ده. او ماي جاد، انا مش عارف بصراحه. وات؟ يعني اللي هو دي لعبه مان بتتلعب؟ طب ماذا بعد؟ طب انا مش فاهم. واضح يا لهوي على كميه 115,000 كومنت وانا ادور على المنشن بتاعي فين. خلاص ما علينا ما علينا، بس انا مش فاهم ايه اللي معمول ده، مش تصميم ليا ولا اي حاجه. هنا واحد عامل لي منشن على مقطع واحد بيقول ما ينفعش نسكت على اللي بيحصل ده، ومكتوب كارثه في لعبه روبلوكس. مالك يا عم؟ خلينا نشوف. ايوه بيحصل في لعبه روبلوكس. ماشي، اللي بيحصل كام يوم وانا بقلب في اللعبه لفت انتباهي ماب اسمه ماب الصلاه، فضولي جابني ودخلت. وات؟ قديم قوي. بس ماشي، عباره عن مدينه فيها مسجد بتصلي وبتدعي فيه، وكل ما بتصلي بتاخد بوينتات اللي هي في مقام الحسنات. قلت بقى انا لو بقيت الامام اكيد ثوابي هيزيد. مولاي استغفر الله العظيم. يا عم انت ماشي جامد. ماشي كويس. فجيت اهو بقى علشان ام من الناس، قال لي لا لحد هنا وستوب روبوكس. وللاسف وات؟ ايه ده؟ هو بجد بجد حقيقي عشان ابقى الامام اصلي يعني لازم؟ ينهار ابيض، ادفع روبوكس؟ انا ما اتعمقتش في الماب دي قوي يا ابطال. لا لا بجد، لو عايزين مقطع عن الماب دي مره تانية ولكن نتعمق فيها، اعملوا حالا لايك وصلوا المقطع ده 1500 لايك ويكتبوا حالا في الكومنتات. الماب دي حرفيا عايز اقول لكم ان بجد بجد كانت زمان قوي، يعني انا عملت عليها تحقيق وحسيت ان الماب شويه عاديه، مع ان كان في ناس كتير قوي، انتوا عارفين الناس اللي على التيك توك دايما بتعمل ضجه على المابات او بتعمل ضجه على حاجات كتير. زي ما انتم شايفين ده واحد بيتكلم عن ماب لعبه الصلاه وما شافش اصلا ماب اللي هي الطريق الى الجنه ولا الطريق الى النار ولا مدينه الانبياء، حرفين المابات اللي احنا عملنا عليها تحقيقات. وزي ما انتم شايفين هنا بيقول لك شوف ماب شاليه محمد. ايوه والله والله عن تجربه بشوفه ماب شاليه محمد، والله العظيم موضوع جدا جدا غريب. واحد بيقول هذا الماب يعلم الاطفال الصلاه، بعدها هو الشخص اللي عامل المقطع قال يتعلموا الصلاه في المسجد مش في الماب. يعني ماشي، ما هو احسن ما يعملوا مثلا الكعبه وتبقى بداخلها حاجه غريبه، ما احنا كده مش هيعجبنا اي حاجه. انا لقيت ان في شخص تمام المفروض اللي هو عامل لي منشن في المقطع ده، وانا بصراحه مش عارف ايه المقطع ده. انا قفلت الصوت تمام، انا مش فاهم بصراحه ايه الفكره بتاع ايه ده؟ ده هيك ده ولا ايه؟ لا 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 اقفل يا عم، ده علم الناس الهاك. انت بتعمل ايه؟ يا اسطى الحق اشوف هذا حساب بعد ايه؟ طلع واحد من حسابات تيم 6335. مين دول اصلا؟ ومستخدم موسيقى هاكر اصلا في التيك توك. يا ريت ما دخلته. وايه ده؟ ايه الفيديو ده حقيقي؟ انا لا بقول لكم نطلع احسن من الفيديو ده. وده فيديو تاني بردك وبطل مطل نفس الشخص اعتقد بيقول لي بلا لازم تشوف هاد. ماشي حاضر بشوف اهو. نشوف. انا ما اعرفش ايه البرنامج ده اصلا، بس من الواضح ان الشخص ده بيعمل حاجه فيها هاكر بردك يعني عامه. لا 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 انا خايف الفيديو يحصل فيه حاجه، انا مش هكمل المقطع. كيف اسوي تعليق ازرق؟ خلينا نتعلم منه. ايوه عمل منشن وكتب كيف تسوي تعليق ازرق. ايوه ايه بقى؟ وات؟ طب ايه اللي حصل؟ طيب يعني الناس كلها قاعده بتحاول تسوي، 30,000 واحد بيحاول يسوي تعليق ازرق وانا شايفهم كلهم لونهم ابيض، ايه ده؟ وادي هنا فيديو زي ما انتم شايفين المفروض اللي ده واحد يعني عامل لي عليه منشن برضه بيقول لي مسابقه تعليم المونتاج. مش عارف بصراحه هو يا جماعه في ايه؟ يعني ايه مسابقه تعليم؟ عامل ايه يعني؟ واضح اللي هو بيقول للناس ايوه اما نشوف. فهمت، واضح كده اللي هو بيناقش حد من الكومنتات ويعلمه مونتاج وكده تمام. فهو كان عامل لي منشن ما اعرفش ليه برضه، خلينا نشوف. جامد والله. بيقول ان انت لازم تمنشن 10 من مش لازم مشاهير ولكن من اصدقائك او الناس لاي حد وخلاص علشان يقدر يختارهم. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الناس كلها عامله منشن، يا نهار كل دول عايزين تعليم مونتاج. تعالى نعلمكم مونتاج. قول ايوه اديله احلى منشن. كل دول ترند جيمنج انا على طول بيبي شارك. ايوه بيبي الله عليك، والله العظيم مبسوط يا اخي الله عليك، والله احلى مقطع شفته حبيب قلبي. بمناسبه بقى ان احنا شفنا الاغنيه دي وعدت عليها شهر تقريبا، عايز اقول لكم بمجرد ما بكتب على اليوتيوب ملك روبلوكس الاغنيه خلاص داخله على 100,000 مشاهده وما شاء الله 5,000 لايك وكومنتات. ايوه بقى فاجئني يا معلم، فاجئني. الكومنتات هي بص بصراحه هي كانت 10,000 ولكن 9,800 ودي حاجه جامده قوي ما حصلتش. بجد بجد بحبكم كلكم، شكرا على كل الكومنتات القمر دي، وان شاء الله في اغنيه هتبقى جايه جامده قوي. ولكن يعني الحماس والنشاط الجمدان بصراحه اللي انا شفته اللي انا بمجرد ما نزلت اغنيه انتوا عملتوا كده، بجد بجد انا مبسوط قوي، وان شاء الله باذن الله الاغنيه الجايه تبقى اكبر من دي بقى. بلا بيبي شارك بلا ابدا. بصوا هتشوفوا هعمل ايه. المنشن الاول مصفوع من المنشن الثاني. في ايه يا عم الحاجات بتاعت تيك توك دارك ويب دي غريب. المنشن الاول مصفوع من المنشن الثاني. ايوه فين انا بقى انا المنشن الكام بس عشان اكون مطمن؟ الله ينور. خلينا نشوف بس كام
14000 كومنت انا اصلا مش هلاقي نفسي. عشان تكونوا عارفين انا لو نزلت من هنا لبكره والله ما هلاقيني، فانا مش عايز اعرف انا مصفوع ولا يعني انا اللي صافع، مش مهتم. هل لديك صديق يستحق هذا الكلام؟ انك كمثل اخي الذي لم تلد امي. والله حواس، والله حاجات التيك توك دي صح حاسسها جامده كده. بس في واحد عامل لي منشن، والله بس في اكتر من 4500 كومنت. يا رب يا رب انا يا رب حد يعني عايز اشوف بس المنشن ارد عليه اقول له حبيب قلبي. والله في واحد يعني بالنسبه له هو اكيد مش اخويا، اخويا مش اخويا بجد اللي هو مش بيقعد اصلا على التيك توك تمام، ولكن انا عايز اتاكد دلوقتي مين هو اللي عامل لي المنشن ده. حرام والله يا تيك توك، نفسي بعد كده يعني تجيب لي التعليق في الاول كده، ما ينفعش. بس عامه لو انت شايف المقطع ده فخد لك البوسه دي، انت اخويا بجد. اخر فيديو معانا، ايوه قول لي والله بين عليه تصميم. اوه ماي جود، جامد جامد جامد، اديله ايوه احلى لايك يا باشا. وكاتب ايه؟ دول اخواتي وبحبهم يا عم يا عم حبيب قلبي، والله تسلم بجد. اوه ماي جود على الجمال. بحب انا بصراحه الحاجات اللي انتوا بتعملوها التصاميم، فيعني دي احتمال تكون سلسله من السلاسل اللي انا هشاهد جميع المنشنات بتاعتكم او التصاميم تمام. فالموضوع ده بصراحه هيبقى جدا جدا جامد وانا هكون مبسوط قوي بيه. فما تنسوش ان انتوا يعني تعملوا لي احلى فولو على الحساب بتاع التيك توك اللي اسمه ايبي جيمنج ايجي. وممكن بعد كده انا اصلا بفكر ان انا اغير اسم الحساب، لان من واضح كلمه ايجي دي كبيره، ويعني الناس لما بتيجي تكتب ايبي جيمنج مش بتظهر، لازم تكتب ايجي. فقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هل فعلا اغير؟ الناس بقى اللي بتفهم في التيك توك وكده وعندها حسابات تيك توك، انا عارف ان في ناس كتير قوي بتتابعني بتحب التيك توك وبتقعد عليه كتير وبتعمل كمان محتوى عليه وهم تيك توكر اصلا، فيا ريت تفيدوني في الموضوع تحت ده تمام. هل اغير اسم الحساب؟ هيبقى ايبي جيمنج مثلا بس، او اي ايبي جيمنج زي ما انا عامل الكيك الحساب الكيك بتاعي. فبرضك ما تنسوش تعمله حالا تحت في اول الوصف، تدخلوا على اللينك اللي موجود في البدايه وتعملوا احلى فولو هناك. بحبكم جدا وشكرا بجد لكل واحد ضغط حالا اللايك بتاعه الاسطوره، وكمان اشترك في القناه، واهم حاجه فعل زرار الجرس. ولو انت ما بيجيلكش اشعار من الفيديوهات بتاعتي شيل زرار الجرس وارجع فعله مره ثانيه. بحبكم جدا يا احلى ابطال في الدنيا، اشوفكم على خير في مقطع جاي ان شاء الله، واتوعشوني مع الف سلامه. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله